نبدأ هذه الجولة معك أستاذ عبد الرحمن من صحيفة السوداني، ومنها نقرأ: وزير المالية: السودان موعود بتحول اقتصادي. قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن السودان موعود بتحول اقتصادي خلال الفترة الانتقالية عبر بناء شبكة السكة الحديد وطرق عابرة للدول، ويكون السودان هو المركز الرئيس لها. وأشار الوزير إلى أن المباحثات التي جرت بالقاهرة بين رئيسي الوزراء في السودان ومصر ناقشت القضايا المتعلقة بالاقتصاد، خاصة مشروعات الربط الكهربائي. وأوضح حسب وكالة السودان للأنباء أن المباحثات ركزت على أهمية تواصل الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والكهرباء، إضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب التفكير في إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة. طيب، إذن السودان موعود بتحول اقتصادي حسب حديث السيد وزير المالية البدوي. هل هنالك برنامج واضح لهذا التحول؟ يعني أم أن يعني هذا التحول ربما مرهون بفترة الانتقالية، أو بعد هذا الحديث ربما لم يوضح بشكل دقيق؟ طبعا أنت تعلم، كثيرون يقولون أن السودان غني. طبعا هو غني بمواردهلكنه فقير لأنه لم يستقل هذه الموارد، ولم يحولها بحيث تكون موارد إنتاجية تدر عائدا. وفي هذا هناك مفارقة، حكاها ذات مرة الباشمهندس عثمان مرقني، قال أن أحد سفراء الدول العربية قال له يوم القيامة سيكافئكم الله. قال له: لماذا يكافئنا الله؟ قال له: لأنكم ستسلمونه الموارد كما سلمكم لها. إلى هذه الدرجة بلغت السخرية بنا. الآن حديث السيد وزير المالية، أنت تعلم الذي قال به من إنشاء طرق عابرة، من إنشاء سكك حديد، من ربط كهربائي بين مصر والسودان، كل هذه يمكن أن تلخصها في عبارة واحدة: البنى التحتية. نحن نفتقد للبنى التحتية، وأنت تعلم أن البنى التحتية هي قاعدة كل صناعات تحويلية، وقاعدة كثير من الصناعات التي يمكن أن تدر لنا عائدا. مثلا الآن يتحدثون عن أن السودان يمثل موردا سياحيا كبيرا، لكن مشكلتنا ليست هناك نزول سياحية، مشكلتنا ليست هناك فنادق للسياح، مشكلتنا ليست هناك اتصالات، مشكلتنا ليست هناك طرق حتى توصل السياح إلى مواقعهم. هذه هي إشكالتنا، ليست هناك حتى مواعيد للنقل، ولا حتى هناك طيران داخلي ليصل الناس. هذه هي البنى التحتية التي نتحدث عنها. حين يتحدث السيد وزير المالية عن أن السودان سيشهد تحولا، إذا كانت حكومة السيد حمدوك ستتجه هذا الاتجاه وتمضي في هذا الطريق وتهتم بهذه البنيات التحتية، من المؤكد أننا سنشهد تحولا. لكن تعلم أنت أن هذه البنى التحتية تحتاج فترة زمنية حتى يمكن أن تكون قاعدة لهذا التحول، ولكن مع ذلك فإن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. تحدث البدوي أيضا أن دكتور حمدوك التقى بوزير رئيس الوزراء المصري وناقشوا أو ناقشا مواضيع اقتصادية هامة تهم البلدين، من ضمنها مسألة الربط الكهربائي وغيرها من المسائل الاقتصادية. طيب، كيف يمكن التعويل على إقامة علاقة اقتصادية طيبة وموضوعية بين السودان ومصر، ومصر في رأي الكثيرين في السودان تتجاوز كل العهود السابقة أو معظمها؟ على طبعا أنت تعلم، إذا كنا نتحدث عن قضية حلايب التي كانت دائما عقبة كؤود في سبيل تطور العلاقات وازدهارها بين البلدين، هل لا زالت عقبة؟ هي لا زالت لا هي أنا بتقديري الآن لن تكون عقبة لسبب بسيط، لأنك لو تتبعت أن حلايب كانت دوما تكون عقبة في ظل الأنظمة الشمولية. الأنظمة الشمولية دائما بسبب العلاقات التي تتدهور، إذا تدهورت العلاقات السياسية تبعا لذلك تطفر تماما وتصعد قضية حلايب. الجيش المصري دخل على حلايب واحتلها في العام 95 أو 94، كان ذلك بعيد الحديث عن اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وتورط النظام البائد في عملية الاغتيال. هذه واحدة. في 58 على عهد الفريق، كان الوقت ذاك كان رئيس الوزراء عبد الله خليل، وكان مصر تريد أن تقيم استفتاء في منطقة حلايب لأجل الاستفتاء المصريين على الوحدة ما بين مصر وسوريا، وطلبت
للجيش السوداني أن يخلي حلايب لتكون ضمن الاستفتاء، لكن الحكومة السودانية رفضت ذلك. وتقدم الجيش السوداني حينها عبد الناصر، سحب جيشه، لأن كما تعلم عبد الناصر كان زعيما قوميا عربيا ولم يرد المواجهة. وفي ذات العام كان السودان قد قدم شكوى إلى مجلس الأمن، تجدد الآن عاما بعد عام. من ذلك الوقت القضية لم تصعد لسطح الأحداث، وإلى أن قدمت ثم جاءت حكومة مايو، وكانت علاقات بين مصر وسالكة، إلى أن جاءت الأحداث فيما يتعلق بالمصالحة المصرية الإسرائيلية، طفرت القضية مجددا مرة أخرى. القضية لم تصعد مرة أخرى إلا على عهد الإنقاذ وتصاعدت. الآن مصر تدرك أن علاقتها مع السودان هي علاقة اقتصادية بالدرجة الأولى، ومصر الآن التي ضغط عليها الأرض الزراعية لأنها زرعت كل ما حول النهر وحتى استصلحت الأراضي الصحراوية، الآن ليس لها من تمدد إلا في العمق الزراعي السوداني. ومن ثم فإن قضية حلايب هذه تحلها عندما تدرك مصر أن مصالحها الاقتصادية مع السودان، حينها قضية حلايب لن تكون عقبة قود في العلاقات بين البلدين. طيب، هل الأوضاع الآن مهيئة لإقامة تكتلات اقتصادية إقليمية بين السودان وإثيوبيا وإريتريا ومصر أيضا؟ بالتأكيد، وبدأت أن تتعلم. في رئيس الوزراء كان يتحدث حمدوك عن صناعات طائرات مشتركة ما بين السودان وإثيوبيا، وتحدث عن أن السودانير من بعد سنة ستكون من أفضل الخطوط، وقال أن التصنيع لن يدخل على التصنيع الحربي. ثم في زيارة الرئيس الأريتري أفورغي كان الحديث عن تجمع إقليمي، وسئل السيد البرهان عن ماذا يعني بهذا التجمع الإقليمي. هذا التجمع قال سيضم إلى جانب إريتريا، سيضم إثيوبيا، وسيضم كل الدول المشاطئة والمطلة على البحر الأحمر، ولأجل كل الدول التي يجمعها أمن البحر الأحمر. إذن السودان من بعد العزلة التي عاشها في ظل النظام البائد الآن ينفتح على كل الدول من حوله. في مصر، مصر كما تعلم دائما كانت استراتيجيا تنظم حتى مناقشاتها ومباحثاتها ومفاوضاتها مع السودان. الآن مع إريتريا، وأنت تعلم إريتريا على عهد النظام البائد كان قد أغلقت الحدود، وقدم الدعوة للرئيس إريتريا ورفض أن يلبيها وأن يأتي إلى السودان، لم يأتي إلا في ظل هذا النظام. الآن مثل ما قال حمدوك بحرف واحد، السودان يعيش شهر عسل. كل الدنيا تقبل عليه، وكل العالم يريد أن ينسج علاقات مع الحكومة السودانية الوليدة الجديدة.